مساء الخير واهلا بكم. النهارده الحلقه الثانيه من سلسله فن نجاحك بعلاقتك. السلسله من 8 حلقات بداناها امبارح، والنهارده الحلقه الثانيه بادئين معاك او معاك من البدايه خالص. ده عشان انت ما تتوجعش بعد كده وترجع تقول ايه اللي حصل. وحتى لو انت خلاص الموضوع مش هيهمك وارتبطت او كده، اكيد عندك اخ، عندك اخت، عندك صاحب، صاحبتك ممكن ان انت تفيده. هي مهمه لكل الناس ولكل الفئات، وحتى قلنا علاقتك على الشات كمان، لو انت على الشات هنقول لك تعمل ايه. النهارده بقى خلاص احنا الحلقه بتاعت امبارح ومثبت رابطها في اول تعليق وصف الفيديو، اللي عايز يشوفها ما شافهاش، وهتلاقوني مثبت روابط الثمان حلقات كمان كلها في اي حلقه من الثمانيه في التعليق او الوصف، عشان اللي بيجي جديد او اللي ما كانش موجود او عنده ظروف يشاهد السلسله كلها لو عايز ان هو يشوفها. خلاص الاعجاب وقلنا ما فيهوش تعلق، وده كان في الحلقة اللي فاتت. النهاردة بقى أنا خلاص عرفت العلامات اللي كانت في الحلقة اللي فاتت، فتأكدت إن أنا معجب. قبل بقى ما رجليا تيجي في الوحل زي ما احنا بنقول، وإن شاء الله مش هتيجي مادام احنا مع بعض، في حاجة اسمها شروط اختيار الشخص اللي أنا هرتبط بيه، أو اللي أنا خلاص أنا خلاص حسيت إن أنا أو أنتي معجبة بيه. تعالى معايا كده شوف اللي انا هقول لك عليه او شوفيه موجود ولا لا، عشان تكملي او تكمل بعد كده. اول حاجة، هل الشخص ده متوافق معايا في الناحية الاجتماعية؟ متوافق معايا ثقافيا؟ احنا ثقافتنا قريبة من بعضها. متوافق معايا ماديا ولا العملية عاملة كده؟ خلي بالكم العملية لو عاملة كده يبقى المشاكل هتيجي عاجلا أم آجلا. يعني مع أي مشكلة بعد الارتباط هيبدأ يشوف نفسه، أو هي تشوف نفسه أو هي تشوف نفسها، أو لو هو طلع كويس ومحترم هتلاقي حد من أهله هيبصلك نظرة أو يبصلك نظرة مش حلوة. فلازم الأول أتأكد ظروفه مناسبة ظروفي قبل ما نتدبس. ما احنا لازم نمشي صح عشان ما نرجعش بعد كده نعكها ونقول نعمل ايه ونتوجع، والوجع العاطفي ما بعده وجع. يا جماعة سلسلة الحلقات دي مهمة قوي، رجاء وصلوها باللايك لأكبر قدر من أصدقائنا، وشيروها على اليوتيوب، الفيسبوك، الانستجرام، شيروها لأي حد تعرفوه، هتفيده مش هتخسروا حاجة. أبدأ أشوف بقى سنه أو سنها مناسب، برضو ما ننصحش بالأعمار اللي فيها فارق كبير 10 و15 والكلام ده. نصيحة، ما تخليش السكينة سرقاك دلوقتي وتعميك عن الجوانب دي او تعميك، لا ركز ركز، ده عشرة وارتباط وشخص هتبقوا انتوا الاتنين يعني روحين في جسد واحد زي ما احنا بنقول يعني. لا تركز او تركزي، في توافق مادي، في توافق اجتماعي، في توافق ثقافي، في توافق في السن، في توافق كمان في البيئة. يعني ما يكونش انا مثلا من بيئة متدينة قوي قوي، شيوخ او متحفظين، وهو من بيئة متحررة او مش هننفع مع بعض. الاهل هيتفقوا مع بعض ولا لا؟ لازم احط دي في بالي، اهلي واهله هيتفقوا مع بعض ولا لا؟ لقينا فيه الكلام ده امين، يبقى لازم الشروط دي احطها في دماغي. انا اعجبت بشخص، دي الحلقة الاولى. النهاردة في شروط موجودة، كان بها مش موجودة أفرمل، أشد فرامل زي ما احنا بنقول، ده لازم. الحلقة الجاية بقى التالتة الاختبار بقى، اختبار صدق مشاعره، اختبار هو جد ولا لا، اختبار هو هينفعني ولا لا، هو عايزني بجد ولا بيتسلى ولا بيلعب. ودي حلقة مهمة أو خطيرة، أو الحلقة التالتة اللي هتبقى بكرة إن شاء الله. تابعوا السلسلة كاملة عشان تقدروا إن انتوا تستفيدوا. ما نغامرش، ما تغامرش بحاجة انت عارف ان هي خسرانة. ما تبقاش عايز ان انت تحلم وفي الاخر هتقوم على كابوس. مهما كان الحلم جميل، ايه فايدته لو كان اخره كابوس؟ نصحصح يا جماعة شوية، نصحصح ونركز ونخاف على نفسنا ونشوف الصح ايه، لانك عمرك ما هتمشي صح وهتتوجع. اللي بيتوجع اللي بيمشي غلط وبيختار غلط، وده هدفنا في نوعية الحلقات دي، ان احنا نبعدك عن الطريق الغلط. بس يكون عندك ارادة وما تغيبش العقل، افكر من البداية خطوة خطوة. الحلقة دي مهمة، 8 حلقات مهمين، اكتبوا لي اراكم.
انا بحب ان انا اشارككم. ابعتوا لي اي استفسار على الانستجرام او الفيسبوك، كل ليلة تقريبا عندنا لايف وبث مباشر على الانستجرام والفيسبوك. اشتركوا في الرابط دي من وصف الفيديو والتعليق المثبت، وانضمونا وشاركونا وشيروا الحلقات دي، السلسلة دي، رجاء لأي حد تقدروا عليه. وقلت اللايك هيخلي أكبر قدر من الناس يشوفها، وهو ده هدفنا وهو ده طلبي منكم. اختار صح عشان تمشي صح، عشان تحصل على السعادة. السعادة مش لغز، السعادة مش لغز. سيبكم من الإحباط اللي انتوا معايشين نفسكم فيه ده. أصل أنا مهما عملت ليه بتقول كده؟ ما في نماذج حتى لو قليلة سعيدة حواليك هي ما تبص لها، ما تبص للحاجة الإيجابية. ليه بتبص للعلاقات الفاشلة؟ قريبك، جارك، زميلك، ليه علاقة فاشلة فأنا هفشل؟ يا عم أنت مالك، أنت مش هو، ظروفك تختلف عن ظروفه. إذا الخلاصة في حلقة النهاردة، لازم أتأكد إن ظروفي وظروف الشخص ده، الكلام للرجل أو البنت على حد سواء، تتناسب مع بعضها أو متقاربة. خلي بالكم، متقاربة من بعضها. لو لقيت العملية كده أنا بوضحها لك أهو، بينك وبينه ابعد أو ابعدي، ما تغامرش. وسيبك من سكرة البدايات، سيبك من حلاوة البدايات، ما بتدومش وهتتصدم بعد كده وهتتوجع بعد كده لو ما خليتش بالك. وليه انت حاطط في بالك او انت حاطه في بالك ان لو ما خدتش الشخص ده مش هلاقي؟ الحياة مليانة، هتلاقي غيره من البداية. اركن وشوف غيره، هتلاقي اللي شبهك. بص لقدام، اللي بيبص تحت رجليه بينكف على وشه، معروفة. جرب تمشي في طريق وبص تحت رجليك كده، امشي شوف هتمشي قد ايه. مهما مشيت مسيرك هتقع على رقبتك، انما لو بصيت شفت اخر الطريق قبل ما تخطي، ايه اللي هيحصل؟ عمرك ما هتقع. وهو ده اللي احنا عايزينه في ال8 حلقات دول. بحبكم جدا، هتوحشوني، وان شاء الله هنلتقي بكره في حلقة رقم 3 بقى، اللي هي الاختبار زي ما احنا قلنا. ازاي اتاكد ان الشخص ده صادق وجد معايا؟ على الشات بقى، لو انت بتكلم حد على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، حاول ان انت تعرف برضو الحاجات دي، يعني الظروف المادية، الاجتماعية، الاهل، اعرف المعلومات دي من خلاله وتأكد، يعني ما تاخدش منه كده بثقة عمياء. وان كنا في الحلقة الجاية اللي هي رقم 3 هنعرفك لو هو صادق معاك يبقى صدق اللي هو هيقولك عليه، غير كده يبقى كل اللي قاله ده امسحه باستيكة من دماغك، لانه اكيد كان يعني مش صادق فيه. بس في حاجة بس زيادة هنزودها، لو انت من الناس اللي ليها علاقة على الشات، البلد. نصيحة، ما تاخدش حد في بلد تاني، او ما ترتبطش حد في بلد تاني، او حد انت عارف انه يعيش في بلد تانية غير بلدك. ليه تبعد عن اهلك؟ ليه تبعد عن اهلك؟ انت ضامن بكرة في ايه؟ ولا انت ضامنة في بكرة ايه؟ افرض زعلته، اتخانقته، تعملي ايه او تعمل ايه؟ برضه ما هو في بعض الشباب بياخدها ممكن عشان سرية أو كده، وتعالى بابا هيشغلك وتعالى الكلام ده، وبعد كده ممكن يعاني هناك. في نماذج كده، يعني نصيحة. طب انت بقى بتحب حد من بلد تانية وغصب عنك واتدبسته ما تقدرش تسيبه، يبقى املى ايدك قوي وخد ضماناتك قوي. انا منصحش بالعلاقة دي، بس هنعمل لك ايه يعني، لازم نخلي حل لكل مشكلة. وتأكد قوي وخد احتياطاتك قوي. ونصيحة أخيرة ليك أو ليكي، اوعى تخسر أهلك عشان اللي أنت مرتبط بيه، لأنك لو خسرت أهلك تأكد أي موقف بينك وبينه زعل أو خصام مش هتلاقي حد تروح له. بس كده.